السلام عليكم خوتي، تحياتي كل ابناء وطني الغالي من الشمال الى الجنوب ومن الشرق الى الغرب، بلا ما ننساو خوتنا اللي في الغربه. مبروك للمنتخب الوطني الفوز في مقابله وديه مهمه من اجل تحسين ترتيب الفيفا. اول شيء نبداو بتصريح المدرب موريتانيا الذي اكد، يعني تكلم يعني بكل احترام للمنتخب الوطني، واكد انه سوف يحقق نتيجه ايجابيه ضد المنتخب الجزائري. On s'est préparé aujourd'hui pour affronter cette équipe d'Algérie championne d'Afrique. Donc voilà, on va aborder ce match tranquillement et puis en ayant beaucoup d'envie pour faire un résultat tout simplement face aux champions d'Afrique. اول شيء نبداو بالتشكيله اللي واجهت منتخب موريتانيا، تشكيله مغايره للتشكيلات السابقه للمنتخب الوطني الذي لعب اليوم بطريقه 4-3-3. في عوده عرفت هذه التشكيله عوده يوسف عطال ومشاركه اوكيجا كحارس اساسي، ايضا بدران كأول مرة يبدأ أساسي، والوجه الجديد أحمد طوبة اللي كثر عليه الكلام خاصة في المدة الأخيرة، للعب أساسي أيوب عبد اللوي ظاهر أيسر، وفريد بولايا، رشيد غزال، هاريس بالقبلة كوسط ميدان مسترجع، في الهجوم زيد الدين فرحات وإسلام سليماني رشيد غزال. من الجهة المقابلة أيضا نفس نوعا ما النهج التكتيكي 4-3-3 للمنتخب الموريتاني كمسترجع الحسن حبيب، وفي الهجوم المهاجم حامية طنجي، مهاجم رقم 9 وعبد الله أبو بكر كامارا أيضا لاعب رقم 27. إذن بداية المقابلة للمنتخب الوطني كانت نوعا ما فيها نوع من العفوية ونوع من التسرع والكرات الضائعة هنا وهنالك خاصة من لاعبي المنتخب الوطني، إلى غاية أن جاء الهدف في الدقيقة 39 بعد كرة ثابتة ومقصية من الوافد الجديد أحمد طوبة إلى سفيان فيغولي الذي أعطى الكرة براسه وصدمت بالعارضة ثم رجعت له وعاود سجل الهدف. إذن من بعدها في الشوط الثاني عرف اللعب انفتاح نوعا ما، وخاصة لاعبين المنتخب الموريتاني، خطأ من الحارس أوكيجا الذي حاول إبعاد الكرة، لكن أيضا هنا في الخطأ هذا يتحمل ليس أوكيجا وحده، حوالي 60-70% أوكيجا والباقي وسط ميدان المسترجع اللي ما كانش وسط ميدان المسترجع. هنا لما نشوفه في الصورة اللاعب رقم 24 بجنبه اللاعب رقم 27 ألا هو بولايا، نعرفه احنا لاعب ليس مسترجع. إذا هنا الخطأ يتحمله الحارس بنسبة كبيرة، لكن أيضا لاعب مسترجع وسط ميدان لا يوجد. إذا هاريس بالقبلة بعيد نوعا ما على اللاعب، المفروض هو اللي يضغط على اللاعب بصفته، يعني هاريس بالقبلة هو وسط الميدان المسترجع، لكن الكرة حاول فيها أوكيجا أنه يردها لكن تجاوزته وجاء هدف التعادل لمنتخب موريتانيا اللي ما دامش طويلا وأسرع بالتبديل جمال بالماضي ببنجاح والناس، لكن قبل التبديل كرة ميليمترية من إسلام سليماني إلى سفيان فيغولي، كرة ميليمترية تدرس إلى سفيان فيغولي الذي سجل هدف الثاني، هدف التقدم. من بعدها شاهدنا في الصورة الناخب الوطني سعيد وفي نفس الوقت يؤكد على الهدف هذا ويصر على تسجيل الهدف. من بعدها دخول آدم والناس مكان غزال و سلام سليماني اللي دخل في بلاصو بغداد بنجاح. من بعدها تحركت نوعا ما القاطرة الأمامية وجاء الهدف الثالث اللي صراحة هدف الثالث هدف غير شرعي. لماذا؟ لأن الكرة تجاوزت بقرابة نصف مترة الخط الميدان، يعني صراحة المفروض الكرة 6 أمتار، يعني نهضروا الحقيقة.
ماذا بنا احنا المنتخب الوطني تاعنا يفوز بنتيجة عريضة وعريضة، لكن الحقيقة تقال التحكيم جمعنا وجفضنا ايضا في ضربة جزاء اللي راح نتكلم عليها اللي ما مصفرهاش الحكم المصري ضد ادم والناس. اذا هاريس بالقبلة الكرة جابها من الخارج واعطى الكرة لادم والناس، وادم والناس سجل الهدف الثالث اللي قلتها ونعودها هدف غير شرعي. من بعدها واصل المنتخب الوطني الضغط نتاعو، يوسف بليلي مراوغة دخوله أيضا مكان فرحات ثاني أنعش القاطرة الأمامية مراوغة ولا أروع، يمد الكرة اللي بونجا هدف وهراني بامتياز، هدف أبناء غرب رائد غرب وهران النادي اللي خرج لنا هذا من النجوم، هدف ولا أروع. بليلي مراوغة رائعة، أنا قلتها ونعودها بليلي مكانه أوروبا هذه شيء مفروغ منه هو، وبغداد بنجاح اللي آخر أخبار تقول سوف يكون في الدوري الإنجليزي نتمنى له التوفيق إن شاء الله. إذا هدف رائع، هدف مدروس. إذا طوبة خاصة في الشوط الأول دار اللي عليه، الشوط الثاني أيضا كان يتميز بالاندفاع البدني والأجريسيف، وهذا المميزات المدافع المطلوب في إفريقيا. طوبة اللي كانت تدخلاته مقبولة جدا، خروج عبد اللاوي دخول بن سبعيني وخروج الوافد الجديد أحمد طوبة ودخول جمال بالعمري. إذا من بعدها النقطة السلبية فقط اللي راح نذكرها هي النرفزة المبالغة والمرفوضة من قبل رامي بن سبعيني. رامي بن سبعيني هذه مجرد إلا مقابلة ودية، يعني ما طلبش النرفزة هذه المبالغة اللي تحصل عليها على بطاقة صفراء مجانية. هذه النرفزة لو كانت في مقابلة رسمية كنا رايحين ندفعوها كاش، يعني مقابلة رسمية أو تصفية كأس العالم مع بوركينا فاسو بطاقة صفراء ممكن تتراكم البطاقات، ما يكونش في المقابلات القادمة مقابلة المصيرية، ممكن يكون صفراء زيدوا له صفراء أخرى بطاقة حمراء. إذن هذه يعني مجرد مقابلة ودية، لازم ينقص من النرفزة نتاعو، لازم الطاقم الفني ينبهوا للنرفزة هذه الزايدة ينقص منها. إذن ايضا توالت فرص بتضييع بغداد بنجاح لكره اللي كان وراءه بالرحمه، لكن بنجاح فضل انه يكون الهداف، لكن الكره للاسف تطمت في المدافع وراحت. من بعدها بدران اللي صراحه يعني نقولوا المقابله الاولى مقبوله، لكن فيه بعض الهفوات تدخلات اللي كانت دائما تجي ضد لصالح المنافس، ربما قلة الخبرة نوعا ما في المنتخب الوطني، ليس الخبرة لأن اللاعب كبير في السن ما عندوش الإكسبرينس في داخل المنتخب الوطني فقط، نتمنى له التوفيق. أيضا يوسف عطال اللي أنا ما صراحة اليوم ما عجبنيش، ربما راجع من إصابة، ربما مازال ما موش في الفورما، ماهوش هذا هو يوسف عطال اللي نعرفه. المقابلة هذه ارتكب عديد من الأخطاء، الكرات ضايعة، ايضا الكره هذه اللي يعني ندافع فيها لكن المدافع معاه في الكود يعني ابعدوا على منطقه العمليات. ايضا محاوله اخرى من كره بعد كره من بليلي لبنجاح اللي تباطأ نوعا ما، وخروج سريع للحارس. ايضا هذه الكره اللي تكلمنا عليها هذه هي ضربه جزاء حقيقيه، يعني بعد ما اعطانا هديه الحال الحكم في الكره تاع بالقبله اللي كانت خارج الميدان صراحه بحوالي اكثر من نصف متر، لكن في كره قدموا الناس كره ضربه جزاء حقيقيه شرعيه 100%. من بعدها حاول المنتخب الموريتاني عن طريق هجمه مرتده، لكن اوكيجا تصرف ببراعه واخرج الكره للركنيه. اذا المقابله 25 للمنتخب الوطني، مبروك للمنتخب الوطني سلسله النتائج الايجابيه 25 مقابله بدون انهزام. المقابله القادمه مقابله مع منتخب المالي، مقابله مهمه جدا لمعرفه مدى احتكاك المنتخب الوطني مع المنتخبات القويه والتالق ومزيد من كسب النقاط التي تساعدنا ان نصبح
في قائمة الخمس منتخبات الأولى في إفريقيا توب فايف، لساعدنا في استقبال منافسينا في المقابلة المصيرية، استقبال مقابلة السد، مقابلة تأهل لكأس العالم، يكون عندنا أفضلية الاستقبال المنافس. إذا نتمنى توفيق المنتخب الوطني في المقابلة القادمة. في الأخير ملتقانا مع مزيد من الفيديوهات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.